متابعي قناة معاني الأسماء، معنا اليوم اسم أثير، سنتعرف على معناه وكذلك صفاته. من الأسماء العالم التي ظهرت في عدد من الدول العربية في وقت من الأوقات هو اسم أثير، الذي لم يلاقي ترحيبا من قبل الأزواج دون معرفة سبب ذلك، على الرغم من كونه من أكثر الأسماء التي تصلح للتسمية بها في الدول العربية. لهذا حرصنا على تقديم الاسم من خلال قناتنا لتوضيح كامل التفاصيل الخاصة به، في محاولة منا لإلقاء الضوء على الاسم لإعادة استخدامه مرة أخرى. ما هو معنى اسم أثير؟ أشرنا قبل قليل إلى معنى مختصر لاسم أثير، لأنه المعنى الرئيسي الذي استخدم عليه كاسم علم، ولكن هذا لا يمنع وجود العديد من المعاني الأخرى الخاصة باسم أثير، والتي وردت في معجم معاني الأسماء ومعاجم اللغة العربية. باعتبار اسم أثير من الأسماء العالم التي يرجع أصلها للعربية، ومعنى اسم أثير في معجم معاني الأسماء هو المفضل على غيره والمميز. أما في معاجم اللغة فإن معنى الاسم هو الفلك والسفن أو بريق السيف الأفضل والأخير، كما يختلف معنى الاسم في بعض الجمل مثل على جناح الأثير، المقصود منه من خلال الراديو أو التلفزيون. أو الأثير الملحي هو عبارة عن مركب عضوي متواجد في الأزهار والثمار والمواد الدسمة. فما رأيكم؟ هل اسم أثير مذكر أم مؤنث؟ من أكثر المعلومات التي يرغب الأبوين في التعرف عليها فيما يخص اسم أثير هو نوعية هذا الاسم، وما إن كان يستخدم للذكور أو الإناث، خاصة أن اسم أثير عندما ظهر في الوطن العربي اقتصر استخدامها في منطقة الخليج العربي ولفترة قصيرة. لهذا حرصنا على الرجوع إلى معجم الأسماء الذي من خلاله تعرفنا على أن اسم أثير يستخدم كاسم علم مؤنث. صفات اسم أثير: أولاً، من النوعية الهادئة والصامتة التي تفضل الصمت والاستماع للآخرين أكثر من الحديث. ثانياً، بارة بوالديها ومرتبطة بشدة بوالدتها، كما أنها تستمع إلى نصائح الآخرين وتأخذ بها. ثالثاً، طيبة القلب وحنونة، كما أنها لبقة في الحديث، لذلك هي محبوبة من الجميع. رابعاً، لديها حس فني وتعشق جمع المقتيات القديمة وزيارة الأماكن الأثرية. خامساً، يتهمها البعض بالخبث والغموض، وهذا ناتج من قلة تعاملها مع الآخرين. حكم التسمية باسم أثير: لم يجد علماء الدين أي ضرر في حالة رغب أي من الأبوين في تسمية طفلتهم باسم أثير، لأن جميع المعاني الخاصة بهذا الاسم جميلة وغير متعارضة مع أي من مبادئ الشريعة الإسلامية. لهذا أكد هؤلاء العلماء على جواز التسمية باسم أثير في الإسلام. شاركونا في التعليقات عن مدى رضائكم عما نقدمه بخصوص معاني الأسماء بصفة عامة وهذا الموضوع بصفة خاصة. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.